السلام عليكم، معكم محمود من قناة رؤى لايف. ازاي الناس بتقيس قوة بلد؟ بيقيسوها بالقوة العسكرية، يمكن بقوة جواز سفرها. ايوه، هو قوة جواز سفرها ده اللي يهمني النهاردة، سيبنا من قوة السلاح. ساعات انت بتبقى مثلا ايه، بلد زي سنغافور، ساعات انت كده ايه، يجي قدامك فيديو عن سنغافور يحكوا لك بقى عن ازاي البلد دي احسن باسبور واجمد باسبور في العالم رقم واحد، انت تستغرب بلد صغيرة ازاي تبقى كده. هي اصلا الباسبور يعني ليه قوة، ليه عضلات كده؟ لا، هو الباسبور مجرد ان هو بيدخلك بلاد كتير، والبلاد الكتير دي الناس بتسميها قوة، فانا شخصيا مسميهاش قوة، انا بسميها علاقات دبلوماسية ذكية بتظبط ازاي مع العالم انه يدخل مواطنيك بدون مشاكل لبلده. على سبيل المثال، في دول عربية غير دول الخليج، وتفاجئ انها بتخش دول كويسة 30 يوم من غير فيزا. ده ليه؟ علشان الخارجية بتاعتهم شغالة كويس، الدبلوماسية بتاعتهم شغالة كويس مع دول تانية، مع دول العالم، مش منغلقين، مش بيتلككوا على اي مشكله وخلاص، او يزعلوا من دوله فيقولوا له طب خلاص مش هندخل مواطنيكم عندنا، هما الدوله التانية انتوا كمان مواطنيكم ما يجوش عندنا ولازم يجوا بفيزا ونقرفهم. ففي دول كده يعني ايه، تلاقي تاريخها عامله مشاكل مع ناس كتير، فعلشان كده تعتبر منعزله، يعني ما بيخش، يعني باسبورها ما يدخلش غير شويه دول تعبانه، يعني 20 30 دوله، 50 دوله، حاجات كده. بينما دوله تعتبر رانكد انها مسالمه زي مصر مثلا، ملناش تاريخ في يعني في الزعل مع دول، ومفيش اعتقد دول زعلت مننا، ده بالعكس، ده يعني ايام 67 اما اتحط علينا وبتاع واتبهدلنا، دول من اوروبا كتير تعاطفت معانا، وكان في يعني تغير كبير في الحاله او في العلاقات الخارجيه بيننا وبينهم، يعني لحد اليوم يعني فرقه لحد النهارده. في علاقات تاريخية مثلا كانت مع الاتحاد السوفيتي ومع يوغوسلافيا زمان، يعني علاقة زي دي ماتت، اتولد مكانها علاقة بيننا وبين روسيا برضو يعني خفيتة مش جامدة قوي، لكن بيننا وبين دول يوغوسلافيا في أي حاجة؟ مفيش أي حاجة. مين ورثة يوغوسلافيا أو مين اللي كانوا بيحكموا يوغوسلافيا؟ صربيا. طيب صربيا فين من العلاقات مع مصر دلوقتي؟ مفيش، فمفيش تكمل على اللي فات. دي مشكله برضو بتعاني فيها الدول العربيه، انها ما بتكملش على اللي فات، عايز يبدا من زيرو يصفر، والتصفير ده يعني طبعا بيزعل ناس كتير مننا. دوله زي تركيا كانت عامله زي مصر، ناس كتير ما يعني ايه معزوله تعتبر، بس في 10 سنين كده ايه حسنوا علاقتهم مع دول كتير، فبقى يجي 90 دوله ولا 110 دوله علاقتهم بيهم كويسه.